قول الا مالت على هالعشرة. ما راح تعيشين بخير طول ما انا عايشة. اي ولا كلمة وكسر الشر احسلك. السلام عليكم. عليكم السلام. هو خالتي شفيش ما تردين علي السلام؟ ادخل خنات حنوتك شتبين؟ والله عند وي وي هالكبر يا هي بعد بيتي. والله الله يطول بعمرك. ليش كذي تستقبلين المدام؟ نعم؟ اي مدام انت بعد؟ اشك انها ساحرته. اكيد. اقول انت الثنتين بسكم حش. ها؟ بسكم حش. يلا يلا حبيبتي يلا يلا بسكم حش. تعال وين مودي حسين؟ حسين شوفي شلون التقصح وهوش وراجلي. انا بروح اشوفهم. هذا اللي بيوقف قلبي. هذا اللي بيذبحني حسينو. بسم الله على قلبك خالتي. بسم الله على قلبك. صير خير يا مح. انا علمك صير خير. حياك حياك. والله وصج خذيت مكانك. لا وبعد في دارك. شنو هذا؟ هذه متى بتشيل خلاجينها؟ طولي بالك البنت راح تيجي تشيل اغراض خليها الحين. ابي دار جديده. بهي بس دار جديده. خل اكلم شمور اول وخل نعرف احنا بنطول هني ولا لا. شنو قصدك؟ ليكون تقولي حورته بترجع. اكيد حور بترجع. وين بتروح؟ حور ما عندها غيري. وانت لو وافقتي تتزوجيني وافقتي ان تسكنين مع حور بنفس الغرفه بعد. لا مستحيل اوافق. انا ما صدقت على الله انها طلعت. تبيني اوافق انها ترجع مره ثانيه؟ لا. احنا الحين ليش نسبق الاهداف؟ طولي بالك اغراضك حطيهم باي مكان على ما اشوف لي صرفه. انا مها ما احط اغراضي باي مكان. انا بنت الخير والعز والدلال. ماني مثل شنايم بيبي. وعلى فكره لا تتوقع ان شمور بتعاملين نفس معاملتهم. ليبه مها يتهني البيت وقاعده بدارك. هذا اذا بعد ما راح تقطع اغراضك السكه. مصدقك هذا ين ولا شنو؟ اي يا عمري أكيد بين. دام انتي هبدت للخيط والمخيط شو ما تبينين. أنا قلت تعالي وقفيها عند حدها. والله لو أنا مكانك كان سويت الحرب العالمية الثالثة. أنا مو فاهمة هو ليش يسوي فيني كذي. تعالي ولحقي على ريلك قبل لا يهاجر يا روحي. ها انتي كيفك عاد؟ الو هلا شمور شلونك؟ شمور شفت حسين ايش سوى فيني؟ شنو بعد الصاير؟ جايب هذه اللي ما تتسمى وحاطها بداري بعد. هذا من صدقه؟ ينو قعد؟ ايش قاعد يسوي هذا حسبان الدنيا فوضى؟ شمور شمور تكفين ساعديني، انا ما عندي الا الله وانتي، يعني انتي حطي نفسك مكاني، ترضين احد يشاركك برايلك؟ الحين تردين البيت، الحين وان ما طردتهم قدامك وبرد قلبك ما يكون انا شمور، تعالي بس. شمور شمور تكفين ساعديني، والله احس نفسي اني مكسوره. لا تقولين هالحكي، انا موجوده، تدرين فيني انا ما احب احد ينظلم قدامي، يلا ردي البيت. مشكوره. يلا. شمور انا ما ابي المشكله تكبر، بس والله اللي يصير ظلم حرام. اقول دشي قدامي يلا. والله انا ما ابي اذل نفسي، ما ابي يشوف شكلي بس ما عندي مكان اروح له. أقول أنت اللي داشة وهم اللي طالعين. يلا مشي مشي. تعالي بس قاعدة برا تبت بتشيل بيتك هذا. ها حسين على شمور أمي اللي قالت صج جايب المسعدة مقعدها فوق زوجتي وياي بهدار. ايش تبون انتو؟ قصدك بداري؟ انت اللي طلعت من نفسك ما حط طلعتش. تقوم تجيب هالعيوز النار تشاركني حتى بداري؟ انت شنو ما عندك احساس؟ انا شو مسوية فيك؟ بس انت سكتي وانتي رحي ناديها. منو هذه؟ منو غيرها؟ مها وين زينة ترخين؟ شمور أختي الكبيرة لك احترامك ولتقديرك. شؤوني الخاصة أنا ما أحب أي بني آدم يدخل فيها. إلا أتدخل نص. ليه صار بيتك بروحك الخاص قول هالحكي. مو عقب ما دخلتوني حياتكم أنت وإخوانك وصرفت عليكم ولطيتوا مني الأول والتالي الحين جاي تقول لي هتتدخلين؟ الله برافو عليك. هذا اللي ناخذه منك المعاير وبس.
لأن إخواني أعرفكم ما ينكر حسنة، لو أشب أصابعي العشر لكم ما بين بعينكم. خلي شبور خلي، الظاهر هذي عيوز النار غاسلة مخها ما بإذنها ماي. أنا ما أسمح لك لا تتكلمين علي ولا عليها، فاهمة ولا لا؟ أكيد ما تسمح، أنا حطيتك فوق راسي بس أنت مو كفو. ماشي، أنا دريت إنه تبون تبوني أهد البيت وأطلع، بس إن طلعت من البيت ما راح تشوفون رقعت وجهي مرة ثانية. شنو تهد البيت وبكيفك؟ اهدوا يا جماعة، ذكروا والله ترى كل المواضيع تنحل. لحظة، انت وين بتروح بتهد البيت؟ انت حس بالك الحين هذه بتنفعك؟ ترى هذه رفيجتي، رفيجة عمري، حي رقطة من تحت لي تحت، باكر ليش بعت منك راح تقطك وتشوف واحد ثاني. قلت شمور خلي خلاص خلي. انت بس لا تسوين كذي، انا علمك فيها. هيا مشي حور دارج. ليش هي طلعت من البيت بكيفها، تبونها ترجع غصب وهو غصب؟ منو قالك اني طلعت؟ البيت هذا بيتي، والدار اللي تبين تاخذينها داري، ريلي وخذتيه عليك بالعافيه، بس اذكرك ما راح يتم معاك وبيخليك. ما هذا طلعت من البيت؟ انا بعد راح اطلع معاها. وين بتروح مع اغراب البيت هذه؟ لو فيها خير كان عرفنا لها أهل، أصلاً ما ندري هي من وين جاية. خالتي أم يعقوب لو سمحتي احترمي نفسك، أنا بنت ناس ما جاية من الشارع. وايد مبين إنك بنت ناس، عشان كذي خدتي ريلي مني. حبيبتي أنا ما بقت ريلك ولا شيء، ريلك متزوجني على سنة الله ورسوله. بعدين بقول لك شيء، لو فيك خير ما عرفك تطير. لا 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 حور صبر. تبيني رجعش المستشفى مرة ثانية ولا شنو؟ إيه طبعاً تسوينها حبيبتي، سويتيها أول مرة وسكت عشان خاطر عيون حسين، لكن صدقيني مرة ثانية راح أسحبكم كلكم المغفر. نعم عيد اللي قلتي تسحبين منو المغفر؟ شمور لو سمحتي خليك حقانية، يا تقولين كلمة الحق يا تسكتين. أنا وأنتي عشرة عمر، من سنين عمري ما ضريتك بشيء، عمرك ما ضريتيني بشيء، وصدقيني لو صار لك ربع اللي صار لي مستحيل تسكتين ولا تعدي الموضوع بالساهل. ما أقول إلا مالت على هالعشرة اللي عاشرتك فيها. شمور أنا ما أحب أحد يتدخل بحياتي، أنا تزوجت المرأة على سنة الله ورسوله وبيها تكون معي هنا بالبيت، والمرأة الحين حامل، والولد اللي بطنها أنا أبي. صح إن إحنا متفقين إنها ما تحمل، لكن قدر الله ما شاء فعل. أما بالنسبة حق ست الحسن والجمال البرنسيسة، تقعد هني معززة ومكرمة، حياها الله وإن شاء الله ما خلي عليها قصور. ما تقصر معي بشيء، وأنا بروحي أنت مقصر معي، شلون الحين واحدة بتشاركني فيك؟ بنات شكلها بتصير صدق لا يحشنا طشور. الله مالنا خلق. سكتة وخن عارف إيش بصير. امشي معي قدامي. امشي. صدقيني ما راح تعيشين بخير طول ما أنا عايشة. حسين ممكن تاخذ مرتك وتنزل غرفة الضيوف اللي تحت، لأن حور بترد غرفتها. يا سلام، يعني ما حلت له الدار إلا لما أنيت. أنت سكتي ولا كلمة وكسر الشر أحسلك. شمور أنا ما أبي مشاكل، وبعدين ترى الغرفة مو من زينها، أنا جبدي لايعة منها. أختي زين بس بفهم شغلة واحدة، زين إيش معنى يعني غرفة الضيوف؟ ها عيال أخوي شنو تبي؟ تبي داري مثلاً؟ يا عاد عطيني دارك أختي، شو المشكلة يعني؟ أنت الخميس راح تتزوجين إن شاء الله، والله يسهل عليك، والغرفة راح تصير فاضية، ناخذها أنا وأمها. حسافة، أمي خذت داري قبلك. أقول تبي مرتك تقعد هني عندي في البيت، انزل انت وياها غرفة الضيوف. يلا هالغرفة حق حور. اللهم طولت شروح، انا ما بي قرقة وعوار راس، اللي تبينه بيمشي، هذا كله عشان خاطر حسوني. شوفي حبيبتي، تدرين انا اقدر اشوتك برا بيتي الحين، بس انا ساكتة لان عرسي هالاسبوع وما بشي يعكر علي عرسي. وانا هم ما ابي اعكر عليك عرسك، وخليك ريلاكس، ترى أنا اللي بمكيجك يا شمور. شو أقول؟ ليش حاجيتيها كذي؟ أي شلون تبيني أحاجيها؟